السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة English Learn with حماد على اليوتيوب. كيف الحال؟ شو ماسين بخير؟ اليوم إن شاء الله ربي نقبل درسنا الثالث third lesson مع من 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 English بعد الألفابت letters وبعد the indefinite articles. طبعا اليوم لين نتكلم إن شاء الله ربي عن subject pronouns and the verb to be. subject pronouns اللي هم الضمائر الفاعل و the verb to be وبمعنى فعل الكينونة. مباشرة ندخل في subject pronouns. subject pronouns هما I اللي هو أنا, you أنت أو أنتي, he هو, she هي, it هو أو هي لغير العاقل أو يطلق على الجماد, we نحن, you أنتم أو أنتن وأنتما يطلق على الجمع, they هم أو هن. بكل بساطة في اللغة الإنجليزية ما فيها المثنى, يو تطلق على أنت أو أنتي ويو جمع ملي تطلق على أنتم أو أنتن. المثنى أو ما فهم مؤنث, ما فهم مؤنث طبعا الإنجليزية ما فهم مؤنث أو مذكر خاطف شي قال له هي أو شي, هو أو هي فقط. لندخل على the verb to be. the verb to be هو فعل الكينونة خلقين نقاط أساسية هم الأساسيين في بناية أي جملة, هم الأفرماتيف أو الأسلوب الإنشائي المباشر أو النيجاتيف وهي النفي صيغة النفي أو question صيغة السؤال. طبعا نقول I ضمير وأم اللي هو فعل الكينونة, I am اللي هو أنا, you are أنت, he is هو, she is هي, it is هو أو هي لغير العاقل, we are نحن, you are أنتم أو أنتن, they are. negative I am not بمعنى أنا لست وتنفي الصفة اللي تلبتها, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. طبعا negative بمعنى النفي تنفي أي شيء. دون نقول إن شاء الله ربي أمثلة حالا. question وصيغة السؤال, am I هل أنا, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. مثلا نقوله affirmative صيغة الطبيعية الإنشائية نقوله he is a teacher هو أستاذ. نعود إلى هنا نقوله he is not a teacher هو ليس أستاذ. ليجي he وتلبها verb to be is وتلب ذاك not اللي هي النفي. he is a teacher هو ليس أستاذ. is he a teacher هل هو أستاذ. طبعا verb to be اللي يجي قدام الضمير اللي هو he. طبعا ذيك a اللي هي indefinite article اللي قلنا في الفيديو الماضي. is he a teacher هل هو أستاذ. you are smart, smart بمعنى ذكي, you are smart أنت ذكي, you are not smart أنت لست ذكي, are you smart بمعنى سؤال هل أنت ذكي. Jane is here, Jane اسم, Jane is here, Jane هنا, Jane is not here, Jane ليست هنا, is Jane here هل Jane هنا أو هل هي موجودة. We are students نحن تلاميذ أو طلاب. We are not students نحن لسنا تلاميذ. Are we students هل نحن طلاب أو تلاميذ. It is your cat الجملة الأخيرة It is your cat هذه قطتك. It is not your cat ليست قطتك. cat معنى قطة. Is it your cat هل هي قطتك أو هل هذه قطتك. بكل بساطة صيغة الثلاثة affirmative negative و question هم الصيغ الأساسية باللغة الإنجليزية بنهاية أي جملة وهي the verb to be. بكل بساطة يتلج ال pronoun يتلب ذاك to be, في حالة النفي يتلب ذاك not, في حالة question ليجي verb to be هو الأول. بكل بساطة طبعا thank you very much for watching. ولا تنسوا يحد يفعل الجرس إياك تم يوصلوا أي شيء أي جديد بالفيديو من الفيديوهات في القناة, ولايك لينس طبعا لينس أحد لايك وشير سبسكرايب وشير الفيديو. وthank you very much.